ثم أشرت إلى القائد جاك شيراك، كان له ميزة الاستمرارية السياسية، فهو كان رئيس وزراء مرتين، وخلال 20 عاما كان عمدة باريس، وعام 95 انتخب رئيس الجمهورية وعيد انتخابه عام 2002، وكان لديه معارف كقائد. الرئيس شيراك كان لديه هذه العلاقات التي سمحت له بأن يفهم الأوضاع وأن يدخل في تفكير غالبية شركائه على قدم المساواة، وكان يركز أو يهتم كثيرا بآرائهم. أذكر بأن الرئيس شيراك أرسلني مرارا للالتقاء بالملك عبد الله في المملكة العربية السعودية للاسترشاد برأيه بشأن قضايا بعينها، وأعتقد أن هذا بالنسبة للتوازن في العالم والاستقرار كان عاملا بالغ الأهمية. وهذا يذكرنا في الحقيقة برئيس آخر، رئيس فرنسي ربما يضعه البعض في العالم العربي في الطرف الآخر المقابل لشيراك، نيكولا ساركوزي. عملت معه أنت أيضا، هناك الكثير من الأسئلة تتعلق بدوره مثلا في قتل القذافي وفيما حدث في ليبيا عام 2011، هل من معلومات لديك بشأن هذا الموضوع؟ أنت محقة، الرئيس ساركوزي كان له نمط مختلف، فهو كان رئيس شاب لم يعرف الحرب، وكان يمثل الجيل الجديد للسياسيين الفرنسيين. عملت مع الرئيس ساركوزي كسفير في لندن في تلك الحقبة، وقعنا اتفاقات دفاعية كبرى مع البريطانيين، وكان هذا أمرا جديدا، تعلمين أن فرنسا والاتحاد أو المملكة المتحدة كان عدو، وبدأت في بداية القرن العشرين علاقة تفاهم، واستطعنا التعاون في الحربين العالميتين. وبفضل الرئيس ساركوزي انتقلنا إلى مرحلة إضافية، كنت سفير للرئيس ساركوزي أيضا في ألمانيا خلال الأزمة المالية، وأعتقد أنه بالنسبة لإنقاذ منطقة اليورو في وقت كانت اليونان مهددة جدا، لعب ساركوزي دورا كبيرا.